تحية طيبة وعطرة بذكر الرحمن، كل عام وأنتم بخير مشاهدين الكرام. أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية باليمن والبركات. يتجدد معكم لقاءنا الأخير في برنامجكم نساء في الحج. وبعدما أنهى الحجيج مناسكهم وأدوا فريضتهم، أود من خلال هذا المنبر أن أزف لهم بشارة على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم، عندما جاء إليه الأنصاري والثقفي يسألانه حول أعمال الحج وما للحجيج فيها، حيث قال بأبي هو وأمي في تبيان أجر طواف الإفاضة. قال صلى الله عليه وسلم: أفيضوا عبادا مغفور لكم ولمن شفعتم له، كما نستشهد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: يأتي ملك حتى يضع يده بين كتفيك ثم يقول: أعمل لما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. أعزائي، لنرى موجز عناوين حلقتنا لهذا اليوم، وهي: من أين يبدأ وأين ينتهي الحرم في صور وحكاية؟ تغذية الحاج لما بعد الحج. توديع الحجيج بين الماضي والحاضر. كيف نقي أنفسنا من مرض ما بعد الحج؟ ثقافة الكعك الفلسطينية. يعتقد الكثير من أن مكة المكرمة بكامل مساحتها تدخل في إطار حدود الحرم، ولكن هناك المزيد من المعلومات التي تخفى عنكم، لنرى سويا هذا التقرير القادم. كان نبي الله إبراهيم عليه السلام أول من نصب أعلام الحرم بأمر إلهي، وتم تجديدها في عهد إسماعيل عليه السلام مروراً بعهد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والذي قام بذات المهمة يوم فتح مكة. وعلى مر العصور اهتم الأئمة والخلفاء بتلك الأعلام، فجعلوا العلامات الموضوعة على مداخل مكة وحدود الحرم من كل جوانبه تجدد عند حدوث تلف فيها، وهي علامات بعضها حديث والبعض الآخر مبني بالحجارة. وتكمن أهمية معرفة حدود الحرم لارتباطها في تطبيق الأحكام الدينية كمسائل الإحرام والصيد. قام مجموعة من الخبراء من جامعة أم القرى ومركز أبحاث الحج في العام 1407 للهجرة بتحديد مواضع أعلام الحرم المكي بالاعتماد على شبكة تصريف المياه الطبيعية كأحد العناصر الأساسية في تحديد حدود الحرم المكي. مهما اختلفت الحدود وتغيرت، تبقى بقعة حدود الحرم هي أشرف بقعة على وجه الأرض. واهتماما بالحاجات وكل ما يخص النساء في الحج، نرى معكم في هذا التقرير القادم كل ما يخص التغذية لما بعد الحج. خليكم معنا. للتغذية السليمة في موسم الحج أهمية خاصة، حيث تمد الحاج بالطاقة اللازمة لأداء المناسك، كما وتجنبه الإصابة بأمراض عديدة بعد العودة من أداء الفريضة. فالغذاء الصحي يقصد به التنوع، والذي يفي باحتياج الجسم من السعرات الحرارية والبروتينات والدهون والكربوهيدرات والسوائل والفيتامينات. يختلف الغذاء باختلاف المرض، فعلى المريض الالتزام بتناول الغذاء حسب الحمية التي كان يتبعها
قبل الذهاب للحج، وتعتبر مرحلة ما بعد الحج هي التي يتم فيها التعويض عما تم استهلاكه من طاقة بتناول المكملات الغذائية وأغذية ذات سعرات حرارية أقل، مع الابتعاد في الأيام الأولى عن الوجبات الغنية والدسمة. عدنا معكم أعزائي المشاهدين، ونرحب معنا بالاستوديو بأخصائية التغذية الأستاذة رويدة إدريس، تحدثنا عن تغذية ما بعد الحج. أهلا وسهلا بك يا أستاذة رويدة. أهلا بك، وكل عام وأنت بخير. وأنت بخير وصحة وسلامة. أستاذة رويدة، يا ريت تدينا نبذة بسيطة عن التغذية في الحج، وخاصة أنت عارفة وقت اللحمة ووقت الرز ووقت العالم كلها ما بتنتبه لحكاية التغذية، فكيف ننصح الحجاج في هذه الفترة؟ طبعا هو الفترة اللي فاتت، الكم يوم اللي فات، نعم، من يوم الأضحية، كان طبعا الفطور كبدة وكلاوي، والغدا لحمة والعشاء لحمة، فكانت نسبة لحوم جدا جدا عالية، وهذه ممكن إنها تسبب مشاكل صحية. طبعا في لها فوائد مرة كويسة، لكن إذا اعتدلنا في تناولها وما تناولنا من نفس نوع البروتين كل يعني الكمية الكبيرة هذه، فنحتاج دائما انه يكون يعني صعب انه نقول للناس انه لا ما تاكلوا، ما تفطروا كبده وما تتغدوا لحمه وما تتعشوا لحمه، لانه ما حد حيسمع كلامنا. فاحنا ايش اللي نقول لهم؟ انه حاولوا انكم تزودوا في كميه السلطه، تزودوا في شرب المويه، تقللوا في الاشياء الثانيه اللي فيها دهون اثناء طهي اللحوم هذه، حاولوا انكم تعملوها مشويه، ما تعملوها تكون مقلقل ولا فيها نسبه مضافه من الدهون، عشان نخفف من ضررها. يعني كلمة المقلقل هذه مو يعني صارت حتى وزعوا على السوشيال ميديا صورة انه على المملكة العربية السعودية ريحتها كلها مقلقل، فيعني بالفعل هي أكلة جدا. وهل هي دسمة؟ يا ريت كمان يعني تلقي الضوء عليها. هي طبعا دسمة لو انك انت طبختيها بالشحم اللي فيها او بالدهون اللي فيها، وبالإضافة ضفتي لها السمنة او ضفتي لها الدهون، لكن لو طبختيها بطريقة صحية بعد ما شفيتيها من الدهون وضفتي كمية من البصل، لأنه هي بيحطوا لها بصل وبيحطوا لها قرفة وبيحطوا لها كمون، يعني بيحطوا لها بهارات، هذه البهارات بتقلل من ضرر الكوليسترول اللي موجود يعني. نعم. في البعض يقول لي نطبخها بزيت الزيتون، أنا دائما أقول لا نطبخ بزيت الزيتون، بعد ما تخلص الطبخة ممكن تحط ملعقة زيت زيتون على البارد فوقها تدي لها نكهة، بس يعني زيت الزيتون ما هو يعني مستحب في الطبخ، حتى نعم. طعمه ما هو قوي، مو علشان درجات حرارة وما درجات حرارة، بالعكس هو يستحمل درجات حرارة عالية. طيب بالنسبة للتغذية للنساء، هل بتختلف النساء عن الرجال في حكاية يعني في أيام الحج؟ هو أكيد ما يعني الاختلاف إنه المرأة بسبب يعني إنه بتفقد نسبة عالية من الحديد في الجسم، فبتحتاج أشياء فيها حديد، وأفضل مصدر طبعا هو اللحوم والكبدة. نعم. لكن زي ما قلنا إن ما تتعدى 100 جرام في اليوم، طبعا الكل ما حيقول مع نفسها دكتورة رويدة، بس لا ما بجد مفروض إنها ما تتجاوز هذه، خصوصا يعني الكمية 100 جرام، لأنه إذا كان تجاوزت ممكن تسبب ضرر بالذات على النساء، يعني بنتكلم على الكبدة بالذات، النساء الحوامل والأطفال ممكن تعملهم تسمم وتشوهات في الجنين. هذا إذا ما كانت مطبوخة طيب؟ لا ما لها دخل، هي نسبة فيتامين A فيها جدا عالية، أعلى من احتياج الجسم، فلو يعني تناولنا كمية مرة كبيرة حتأثر بالسلب على الصحة. تقصدي إذا تكرر مثلا أكل الكبدة أكثر من مرة، هو حتى لو كانت مرة واحدة ممكن تأثر؟ هو مو بقول لك، هي العبرة بالكمية، والمرأة الحامل والأطفال يعتبروا ذوي احتياجات يعني حساسة أو بتكون خاصة احتياجاتهم، فلازم انه ناخذ هذا الشيء بعين الاعتبار، خصوصا في الحج بتقل مقاومه الجسم بسبب تخيل العدد الهائل ده قد ايش احنا بنتنفس يعني اجواء ملوثه، فاكيد بيكون جسمنا ضعيف بسبب انه عمال بيعمل اجسام مضاده علشان يقدر يقاوم كل هذه الامراض. عشان كذا لما نرجع من الحج دائما بنصاب بمشاكل صحيه، مهم جدا انه ما ناكل برا البيت، يعني يكون الاكل من مصدر معروف. ثاني شيء ما ناكل أشياء دسمة، نحاول أنه نقلل نسبة الدهون قدر الإمكان، لأنه كل ما كان الأكل يعني لما الواحد يكون مسخن
دائما الكبار كانوا يقولوا لنا لا تاخذي حليب وانت مسخنه، لا تاكلي شيء دسم، صحيح، لانه المعده اساسا بتكون ما تستحمل انها تهضم هذه الاشياء فبتزود المشكله. طب استاذه رويده، ما الفرق بين التغذيه الصحيه والعلاجيه والحميه؟ التغذية الصحية هي الطريق للوقاية من جميع الحميات الأخرى، لأنه أنت إذا بتاكلي بطريقة صحية أكلك متنوع بإذن الله حيكون جسمك متكامل من جميع العناصر اللي هو محتاجها. الحمية العلاجية بتكون بسبب مرض أصيب الواحد فيه، يكون متبع أسلوب حياة عشوائي أو غذائي عشوائي، فبيضطر أنه يتبع حمية مختلفة، سواء قليلة في النشويات، في السكريات، في الدهون، زي حمية الكلى بتكون في بعض أنواع المعادن. لازم هذه بناء عليها، يعني ما تنعمل الحمية هذه إلا بناء على أنك تشوفي تحاليل الشخص اللي قدامك، النسب اللي موجودة فيه للأملاح المعدنية علشان تقدر تقيمي نسبة الكوليسترول. فهي تعتبر نص العلاج الحمية العلاجية. أما أسلوب الحياة الصحي فهو القائم. الحميات، في حميات علشان تنزيل الوزن أو عشان زيادة الوزن اللي بيسموها الويت مانجمنت، فهذه حمية مؤقتة تعتبر. أستاذة رويدة، الآن كل مين يبغى يعمل دايت أو حمية بيتجه لمحركات البحث اللي هي على الويب سايت، مظبوط، وبيدور نقدر نقول الحمية الكيميائية، الرجيم الكيميائي، الرجيم الكربوهيدرات، الرجيم البروتين، في رجيم الفواكه، في أنواع عديدة، وبيكسلوا يروحوا لدكتور الأمراض التغذية على أساس أنه مكلف أو ما إلى ذلك. طيب إيش تنصحيهم؟ يعني هذول الناس اللي هم بيحاولوا أنهم بس يتبعوا أي شيء بيقرأوه. هو طبعا اكبر خطا انه انت مثلا جيتي صاحبتك عملت حميه في مكان واحدة معين منهم. انت بتتبعيهم يعني لا، شوف، هي طبعا ادي الخباز خبزه لو اكل نصه، هذا انا بس ما في وقت يعني هو هذا بس. شوفي، في وقت بدل لا تضطري انه الوقت يجبرك انك تروحي، احنا عندنا حجه بنقول انه ما في وقت، بس في وقت لكل شيء. يعني في اولويات، الصحه هي الاولويه، لانه انت لو ما عندك وقت، لو ما اهتميتي في صحتك ما حتقدري تعملي كل الاشياء اللي انت شايفه انها اهم واولى انك انت تعمليها. فالاولويه انه ناخذ بالنا من صحتنا علشان صحتنا تمشي فينا فتره اطول، يعني هذا جدا مهم. اما بالنسبه للحميات، لا مانع من اننا ندخل ونشوف يعني حميات اونلاين، لكن ندخل على مواقع تكون مرخصه من قبل الوزاره، يعني وزاره الصحه عامله حميات، حاطه حميات في مواقعها، حميات مدروسه، الاستشارة أونلاين موجودة. حكاية إنها غالية ما هي أغلى من الصحة، يعني إنه كشفية أخصائي التغذية فهي ما هي أغلى من الصحة. بنروح بناكل وجبة بقيمة أو أعلى من قيمة كشفية عند أخصائي التغذية. طيب سؤال بيفرض نفسه أستاذ رويدة، في كثير من الشركات الآن اللي انتشرت في جميع أنحاء المملكة، يتهيألي كمان في جميع أنحاء العالم، اللي هي بتقدم وجبات مقابل مبلغ معين آخر كل شهر، بتجيكي وجبة 3 وجبات في الصباح. مزبوط. طيب يعني إيش رأيك في هذه الوجبات بدون ذكر أسماء طبعا هذه الشركات؟ والناس بالفعل بتنحف، ما بقول لك في نتائج، ناس يعني فرقوا علينا كثير، يعني مزبوط انهم يعني بيطبخوا بطريقه معينه وما الى ذلك بطريقه صحيه. انا عندي احدى هذه الشركات، صراحه اتمنى انه الشركات دي تزيد مره كثير، الشركات اللي بتطبخ وجبات صحيه، لانه في نوعين من الشركات، في شركات بتطبخ وجبات من مكونات طبيعيه مقدمة بطريقة صحية بكميات محدودة حسب السعرات الحرارية، هذه ما في منها مشكلة. المشكلة في النوعية الثانية من الوجبات اللي بتكون على شكل ساشيهات، بس انت تضيفي لها موية، وهذه النزول فيها خطير، يعني بتنزل 12 كيلو 14 كيلو في الشهر إذا التزمت فيها، لكن لما بتتركيها بترجع تاني بتزيدي، بالإضافة لمضاعفات تانية بتصير معاكي. مجرد تشوفي حاجة مكتوب عليها إنها ما تنفع للأطفال، ما تنفع للحوامل، ما تنفع للمرضعات، أفضل إنك تتجنبيها، ركزي أكتر في الشيء اللي مناسب للجميع، وممكن أنت تاخديها كأنه درس خصوصي لمدة شهر. نعم. تتعلمي كميات أكلك، تتعلمي كيف طريقة الطبخ، ومو شرط إنك تكوني مشتركة مدى الحياة عندهم، يعني هي المسألة ما هي مسألة مؤقتة، أنت إذا أخذتيها مؤقتة لمناسبة أو لشيء فهنا الخطأ.
طيب نختم معك بسؤال، ما هي نصائحك لتغذية الحاج والحاجة؟ الفترة هذه أقول لهم يشربوا موية، يحاولوا الموية اللي يشربوها تكون زي موية الأطفال، قليلة في الصوديوم، يحاولوا أنه يكتروا بالفواكه والخضروات مرة كتير في هذه الفترة بالذات، علشان مقبلين على مرحلة المدارس إن شاء الله، إن شاء الله. فيبعدوا عن أماكن التجمع اللي بيكون فيها زي الأسواق، راجعين الحجاج وكده، اللي ممكن تنتقل العدوى، علشان لا يبدأ أولادكم بالغياب من المدرسة من أول يوم بسبب خارج عن إرادتهم، وإنهم ينوعوا في أكلهم ويفكروا إنه الصحة بجد ما لها ثمن. بالفعل استفدنا كثير من كلامك أستاذة رويدة. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، نشكر ضيفتنا الأستاذة رويدة إدريس أخصائية التغذية، ونذكركم مشاهدينا الكرام بسؤال حلقتنا لهذا اليوم في موقع التواصل الاجتماعي، وهو: هل برأيك انتهت مواسم العبادات مع انتهاء موسم الحج؟ أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود لكم. عدنا لكم أحبتي، نودع الحجيج ونودع هذا العام بطرق قد تكون مميزة ومختلفة عن الماضي، ولكن كيف كان توديع الحجيج في الماضي؟ لنتابع سويا هذا التقرير. تباينت الطقوس في توديع واستقبال الحجيج من مجتمع لآخر، ولكن تظل البهجة هي العامل المشترك بينها. ففي تونس تتمحور مظاهر احتفال توديع الحجاج على إدخال البهجة في نفوس الأهل والجيران عبر عدة طقوس. يقوم الحاج وقبل أيام معدودة من السفر المقرر له بزيارة للأهل والجيران، طالبا منهم الصفح وسائلا الدعاء له بالتوفيق في أداء الفريضة والعودة منها سالما لأهله ودياره. أما في اليوم الثاني والذي يسبق ساعات السفر، يقوم الحاج بذبح شاة ويدعو الأقارب وفرق مخصصة للإنشاد الديني، بالإضافة إلى قراءة ما تيسر من القرآن الكريم، ويتم تبادل التهاني والأمنيات بحج مبرور في أجواء تعمها الفرح والسعادة. ما في الوقت الحاضر يتم توثيق مظاهر الاحتفال تلك باستخدام وسائل التقنية المتطورة. يؤسفني أن يظل الوداع بمشاعره الجميلة والمختلطة بمشاعر شوق العودة إلى الوطن، وهو جزء لا يتغير وإن مر الكثير والكثير من الزمن. انتهى الحج، ولكن هناك رعاية صحية لا بد للحاج ولغير الحاج أن يلتزم بها. لنرى سويا هذا التقرير، فابقوا معنا. يتعرض الكثير من الحجاج في موسم الحج إلى العديد من الأمراض، والتي قد تظهر أعراضها خلال فترة الحج أو بعد عودته إلى بلاده، إما نتيجة للتعرض الطويل لأشعة الشمس أو آلام في العضلات نتيجة للحركة المستمرة. ومنها ما يصيب الجهاز التنفسي كالتعرض لفيروسات الزكام والأنفلونزا وارتفاع درجة حرارة الجسم المصاحب للسعال. كما يعاني الحاج من الإعياء نظراً لاختلال ساعات النوم، وفي بعض الأحيان يتعرض إلى نزلات معوية. وبعض هذه الأعراض سرعان ما يزول بعد أخذ القسط الكافي من الراحة والتغذية السليمة وتناول المسكنات بعد أخذ الاستشارة الطبية. تتشابه الأعراض المتعددة والتي تنذر بأكثر من مرض، والتي تستلزم الذهاب إلى الطبيب مباشرة، كالتهاب الحويصلات الهوائية والتهاب السحايا، والتي قد تظهر أعراضها في الأيام الأولى بعد العودة من الحج.
أعزائي، لنتعرف أكثر عن مرض ما بعد الحج والوقاية منه، نرحب مع ضيفنا في الاستوديو البروفيسور سيد عرابي، أستاذ الأمراض الصدرية والعناية المركزة بكلية الطب جامعة عين شمس، رئيس قسم الأمراض الصدرية والرعاية التنفسية بمستشفى عرفان في جدة. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا بحضرتك. دكتور، ما هو أمراض ما بعد الحج وكيف الوقاية منه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. غالبا ما بيحدث بعد الحج ان الحج بيعاني من مشاكل تنفسية. نعم. نتيجة وصول بعض الميكروبات او الفيروسات الى الجهاز التنفسي، ودي بتنقسم الى اقسام عديدة، منها شيء بسيطة زي التهاب المجاري التنفسية العليا، ودي بتبقى نتيجة التهاب في الحلقة او التهاب في المجرى التنفسي العلوي، ومنها ايضا التهاب الجيوب الانفيه، وغالبا بتكون اعراضها سعال وارتفاع في درجه الحراره والام في الحلق وصداع واحساس بالاعياء، وغالبا بتستمر يعني ايام قليله، يعني أيام زي الزكام تقريبا. بالضبط. غالبا بتكون نتيجه التهابات فيروسيه، ما بتكون محتاجه الى تدخل او الى زياره الطبيب. لكن هناك أيضا مشاكل صحية أخرى، اللي هي وصول هذه الالتهابات إلى المجاري التنفسية العليا. والفرق بين المجاري التنفسية العليا والمنخفضة هو الأحبال الصوتية، فما كان فوق الأحبال الصوتية يعتبر مجاري تنفسية عليا، وما كان تحت الأحبال الصوتية يعتبر مجاري التنفسية المنخفضة. التهابات المجاري التنفسية المنخفضة ممكن تكون شيء برضو بسيط زي التهاب الشعب الهوائية البسيط، وده في حالة ما إذا كان التهاب فيروسي بيؤدي إلى سعال وإلى أحياناً ارتفاع في درجة هي الحرارة اللي هي بنسميها زي النزلة الشعبية، اللي هي بنسموها نزلة شعبية. لكن هناك أيضاً مشاكل صحية أخرى متقدمة شوية، اللي هي التهابات الحويصلات الهوائية زي ما قال التقرير، اللي هو التهاب الرئة نفسها، التهاب جسم الرئة اللي هو بنسميه الالتهاب الرئوي. وده الحقيقة لابد أن احنا نلقي عليه الضوء شوية، لأن بعض الحجاج بيعتقد ان هو عنده نزلة برد بسيطة، وبالتالي بيتأخر في انه يطلب المساعدة الطبية من الطبيب. وهناك ايضا بقى المشاكل اعراضها ازاي؟ طيب الالتهاب الرئوي اهم اعراضه متشابهة جدا مع اعراض المجاري التنفسي، التهاب المجاري التنفسية العليا، زي ارتفاع درجة الحرارة وزي السعال وزي وجود بصاق او وجود بلغم، لكن بتتميز عليه بوجود حاجتين ثلاثة زيادة، اهمهم ان يكون في صعوبة في التنفس، وان يكون احيانا يكون في الم في الصدر، وهذا الالم يكون مصاحب للتنفس، بمعنى ان الالم يزيد وقت الشهيق ويقل وقت يعني يشعر بالم الانقطاع عن التنفس. فاذا المريض التعبير الدارج عند المريض يقول انا حاسس ان في خنجر في جنبي، كل ما اخذ نفس بيؤلمني، ده احساس سيء جدا، لان تخيلي حضرتك ان الانسان بيحتاج يتنفس مثلا من 18 الى 22 مره في الدقيقه الواحده، ويشعر بهذا بالالم ده هذا العدد في كل دقيقه، ده احساس ممتع. احساس صعب جدا، مؤلم جدا. نعم، مؤلم. الشيء الثاني انه يشعر بضيق في التنفس او صعوبه في التنفس، الصعوبه في انه ياخذ النفس، ويبتدي ينهج من اقل مجهود، يعني يروح الحمام ينهج، ينزل يتحرك، يعمل اي مجهود بسيط، حتى المرأة تعمل أي مجهود بسيط داخل البيت تبتدي تشعر بلهثان وبصعوبة في النفس. هنا إذا حصل ده لابد إن هذا الحاج يطلب المساعدة الطبية، ولازم يروح للمستشفى ويشوف دكتور، لأن الدكتور هيقدر يفرق بين التهابات المجاري التنفسية العليا والتهاب الرئوي، وبالتالي يقدم الخدمة الطبية المناسبة. طب دكتور، يعني هل هذا فقط بيحدث للحجيج ما بعد الحج، ولا هذا يعني هو فيروس، ولا نقدر نسميه بالضبط؟ هو ليس ميكروب خاص بالحجاج، هو طبعا اكيد هو واحد، هو كولكشن، او هو مجموعه من الميكروبات الموجوده في العالم كلها. لكن المشكله في الحج ان في ناس من دول كتير. السنه دي في الحج عندنا حجاج من 164 دوله. تخيل حضرتك ان من كل دوله من دول في منهم حجاج جايين بيحملوا ميكروبات مختلفه، فهذه الميكروبات بيتم تداولها وتبادلها بين الحجاج بعضهم البعض اثناء تاديه المناسك، خصوصا في الاماكن المزدحمه، اثناء مثلا الطواف، اثناء السعي، اثناء رمي الجمرات وخلافه. فتبادل مثل هذه الميكروبات بيؤدي الى وصول ميكروبات غير معلومه بالنسبه للاجسام البشريه المستقبله لها، وبالتالي بتصيبها بسهوله، لان احنا لما بناخد عدوى من الميكروب صح ان الجسم يعمل اجسام مناعيه مضاده لهذا الميكروب، فبالتالي من الصعب على هذا الميكروب انه يصيب الجسم مره اخرى.
لكن عندما يكون الميكروب ده جاي من بلد بعيدة أو الجسم لم يتعرض إليه مرة قبل كده، فمن السهل أن هذا الميكروب يصيب الجسم وبالتالي يؤدي إلى ظهور هذه الأعراض. طب هذا بالنسبة ما يخص بالجهاز التنفسي دكتور سيد، بالنسبة للجهاز الهضمي متناول الأطعمة، هل بتتأثر مثلا المعدة الأمعاء بتظهر بعض الأمراض اللي هي ما تكون ظهرت للحاج قبل كده؟ هي أهم مشاكل بتصيب الجهاز الهضمي في أثناء الحاج هي نزلات المعوية، والنزلات المعوية بتكون نتيجة تناول أطعمة ملوثة ببعض الفيروسات أو بعض الميكروبات اللي المفروض أنها توصل للجهاز الهضمي. هذه الميكروبات أو هذه الفيروسات بتكون ملوثة لبعض المأكولات اللي بيتناولها الحاج أثناء وجوده في وأثناء المشاعر، وبالتالي بتؤدي إلى أعراض النزلات المعوية زي الغثيان وزي القيء وزي الإسهال الشديد وزي الإعياء وارتفاع درجة الحرارة والآلام في البطن وخلافه. شكرا لك دكتور سيد. معنا أعزائي المشاهدين الآن في المشاعر مع زميلنا زياد وهو بيرصد حركة تفويج الحجاج، فخليكم معنا. أخي زياد يا ريت تتفضل. طيب أهلا بك وأهلا بالمشاهدين الكرام. بداية اليوم ثاني أيام التشريق، طبعا كثير من الحجاج، عدد الإحصاء وصل ل 800,000 حاج تعجلوا. الاستعدادات بدأت من اليوم السابق حيث كان الحجاج يجهزون حقائبهم ويتأهبون للمغادرة بعد رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق. طبعا بعدها تدخلت عمال النظافة والجهات المسؤولة عن النظافة لتنظيف المخيمات بعد خروج الحجاج. بالنسبة لليوم طبعا كان هناك وقت حظر من الساعة 10:30 صباحا إلى الساعة 12:00 ظهرا، بعدها بدأ الحجاج يتوافدون إلى الجمرات لرمي الجمرة والتعجل قبل أذان المغرب. طبعا الطريق كان مليئا بالتسهيلات المقدمة من رجال المرور ورجال الحرس الوطني ورجال الأمن العام وشباب الكشافة والعديد من الجهات التي سهلت حركة الحجاج للجمرات. أيضا كان هناك يعني العاملين في موسم الحج لهذا العام والعاملين على تسهيل حركة الحجاج أثناء الجمرات من رجال الأمن والمدنيين المتطوعين وصل إلى 300,000 رجل أمن ومتطوع. الآن الحمد لله تمت حركة رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق بكل يسر وسهولة. الآن لا حجاج يذهبون إلى الجمرات بإذن الله، يتبقى 1,000,000 حاج غدا بإذن الله متأخرين يرمون الجمرات يوم غد بإذن الله. الآن الحجاج الذين أنهوا الجمرات يودعون بعضهم ويتأهبون للطواف والسعي ومن بعدها السفر وحالات وداع، ولكن بالجدير بالذكر في الجانب الآخر والجانب المعاكس كانت هناك بمناسبة العيد ومناسبة الانتهاء من موسم الحج الفرحة فرحتين والعيد عيدين لحاج فلسطيني وحاجة فلسطينية تقابلوا منذ فراق 5 سنوات. تقابلوا اليوم بعد فراق 5 سنوات. الحاج كان قادما لأداء مناسك الحج في من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، ووالدته كانت مقيمة هنا، فكانت المشاعر جميلة، مشاعر إعادة الشمل وإعادة الوحدة، فاختلطت المشاعر حجاج مغادرون ورحيل ووداع، وفي الجانب الآخر أيضا هناك لم شمل و جمع مرة أخرى، وهذه هي المشاعر التي تجتمع في الحج، كل المشاعر الجميلة والروحانية تجتمع هنا في منى. شكرا مراسلنا زياد على هذه المعلومات الرائعة، ونراك على خير. ونعود أعزائي المشاهدين إلى ضيفنا في الاستوديو. في الحقيقة جميل جدا هذا العدد الكبير من المتطوعين ومن رجال الأمن والوداع اللي بيحصل بيننا وبين ضيوف بيت الله الحرام، كم هي مشاعر جميلة ورائعة. ونتمنى حج يعني سنوات عديدة بهذا الشكل وبهذا النظام والأمان، والحمد لله رب العالمين. الدكتور سيد نعود
لنعرف الكثير من بعض الأمراض. في كثير من حضرتك ذكرت أكثر من دولة، 165 دولة، 164 دولة، 164 دولة الآن بتظهر بعض الأمراض، وخصوصا في ظل وجود الفيروسات والأمراض. يعني تتوقع هل بالفعل بيتم نقدر نقول الكشف عن هذول، عن هؤلاء الحجاج لما بيجونا، وهل في نقل لبعض الأوبئة مثلا، الفيروسات اللي بتيجي من الدول الخارجية، هل في سيطرة نقدر نقول؟ هو طبعا يعني الحاج قبل ما بيجي لتأدية المناسك بيمر ببعض المراحل، بياخد تطعيمات المقررة عليه ان هو يعني ياخدها. هل هي كفيلة طبعا هي كفيلة بمنع المشاكل الصحية الكبرى، لكنها نعم. ليست كفيلة بمنع كل المشاكل الصحية، زي التهاب كبير. مثلا التهاب السحائي مثلا، نعم، زي مثلا التطعيم الالتهابات الرئوية المعتادة، وده برضو شيء مهم. هذه الالتهابات وهذه زي الالتهاب السحائي مثلا اللي كان قبل كده منتشر، وكان كتير من الحجاج بيتعرضوا لهذا الالتهاب السحائي القاتل، اصبحت ظاهره من الماضي في الوقت الحاضر. لكن التهابات الشعب الهوائيه والفيروسات التي تسكن الجهاز التنفسي لا يمكن القضاء عليها، ولا يمكن التنبؤ بها باي شكل من الاشكال، وده ممكن ده بيحصل في يعني بشكل علميا لا يمكن منع اي حاجة، ولا يمكن التنبؤ بالميكروبات اللي ممكن تصيب اي حاجة. الشيء المهم اللي احنا بننصح به الحجاج بعد عودتهم الى بلادهم، انه اذا كان هناك كثير من الحجاج بيتعرضوا لنزلات البرد وارتفاع درجة الحرارة والسعال وخلافه، اذا كان السعال ده مستمر ومع ارتفاع درجة الحرارة لفترة اكثر من 3 ايام، إذا كان هناك ألم في الصدر مع التنفس زي ما شرحت من شوية، إذا كان هناك ضيق في الشعب، ضيق في التنفس، إذا كان الحاج ده بيعاني من مشاكل صحية أخرى زي مشاكل في القلب ومشاكل في الكلى، مشاكل في الكبد، مشاكل في الأعصاب، فينصح بأنه يراجع الطبيب بشكل أسرع من الشخص الآخر. شكرا دكتور سيد عرابي، طبعا وشكر خاص لحضرتك، كنت معنا في برنامج نساء في الحج في عرفة وفي منى، وكنت معنا في كل حلقات أغلب حلقات نساء في الحج، نشكرك شكر خاص، ونتمنى أن نراك إن شاء الله في حلقات قادمة في برامج أخرى. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، نذكركم بسؤال حلقتنا لهذا اليوم في موقع التواصل الاجتماعي، وهو: هل برأيك انتهت مواسم العبادات مع انتهاء موسم الحج؟ ناخذ بعض الإجابات. من الأخ إسلام أحمد حافظ بيقول: نفحات الله لا تنقضي، فإذا قد أفضنا من الحج فنحن لمشارف شهر الله المحرم الذي يكون الصيام فيه أحب إلى الله بعد صيام شهر رمضان وبه يوم عاشوراء، ثم يهل علينا شهر ربيع الأول حيث مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وشعبان، ثم رجب وشعبان ذو الخير الكثير، ورمضان ذو المكان العظيم وبه ليلة القدر، ثم ليلة العيد الفطر والعشر الأوائل من ذي الحج، وهكذا دواليك في المزيد من الثواب، والحمد لله رب العالمين. شكرا لك أخ إسلام أحمد. أعزائي، فاصل قصير لنتابع فقراتنا، فابقوا معنا. الكعك هو الحلوى الرئيسية للعائلات الفلسطينية في العيدين، حلوى تجتمع النساء من أجل إعدادها في مظهر أساسي لا يمكن الإحساس بمعاني العيد من دونه، يداعبن العجين بأناملهن ليصنعن أشكالا لم تكن معروفة لدى الأجيال التي سلفت. هذا القالب جاهز، القالب بعدين هذا أنا ما نقشه بالملقط هيك. أيام زمان كانت ما فيش الحركات هذه، التنقيش هذا كان ما فيش، كانت امي الله يرحمها تعملنا قراصتك كبار
تعملنا اياهم بالقاع الفنجان نظبطهم وتخبز كيك القرص كانت تعملنا اياه. بعدين تعملنا الكعكه، تعملنا الكعكه كبيره هيك هيك ولا تنقش ولا شيء، خلص تحشيها العجوه وتكون العجينه بس فيها شلة ايش حبه البركه القزحه نقول عنها القزحه. الأمهات وبناتهن وزوجات أبنائهن وحتى بعض الجارات عادة ما يجتمعن ليساعدن في إعداد الكعك الذي يبدأ العمل فيه قبل العيد بأيام. الفلسطينيات اللواتي يصنعن الكعك يشعرن بأن فكرته تتجاوز مجرد تجهيز طبق من الحلوى المميزة. الكعك يعني شبيه بخليط النحل، اللي بتنقش اللي بتخبز اللي بتقعد تعمل إقراص، وبنجهزه بنضل احيانا لنص الليل. الكعك طبعا هو طبعا مش مجرد انه شيء مرغوب حلو مرغوب في العيد، بس هو في كمان انه في فن وفي متعه خاصه حواليك الجمعات، بيكونوا كل واحده بتتفنن بتعمل شكل وبتورجي للثانيه وبتعلم الثانيه. ما ان يخبز الكعك حتى يبدا الصغار في التهافت للحصول على الحلوى التي لا يتذوقون طعمها إلا بأيام العيد، بينما يبدأ إعداد الأطباق لتوزع على الجيران والأصدقاء. إحنا بنعمل الكعك عشان العيد للعيد، والأحفاد بيستنون ساعة بساعة عمل لهم الكعك ومنبسطوا يعني كتير، وبعدين لما أجي أخبز أو أعمل بقفولي ها يلا يا ستة خلص أخبزي لنا الكعك، يلا يا ستة خلص أعملي لنا الكعك. فإيش لما بخبز أول صينية هذا كعكة وهذا كعكة إلا هي رايحة الصينية من أولها، بعدين بيرجعوا لي كمان شوية ستة بدنا كعك، فأنا بنبسط عليهم أحفادي هذولا. أعزائي المشاهدين والمشاهدات نعود معكم، ومن التنوع الثقافي الذي تنشده يعد مصدرا من مصادر إثراء للثقافات وتعزيزا لقدراتها، وبعض من هذه الثقافات لجمهورية مصر العربية حيث إنهم يحتفلون بعيد الأضحى المبارك بذبح الهدي وتوزيعه، بينما يختلف الحجاز عنهم كثيرا فإضافة للأضحيات يقوم بتوزيع الهدايا والكعك على الأقارب والأحباء، يقصد الكعك اللي هو المعمول، وفي دول أخرى يقومون بتوزيع العيديات على الأطفال وإدخال البهجة والسرور عليهم، وأيضا إقامة بعض الفعاليات والاحتفالات المصاحبة للعيد. ستحدثنا أكثر عن هذا المحور ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة رباب المعبي عن اختلاف الثقافات بين الشعوب، وأهلا وسهلا بك أستاذة رباب. أهلا بك وحياكم الله، وكل سنة وانتم بخير. أستاذة رباب، يا ريت تحدثينا عن عادات الحجاز أولا بالنسبة لمعمول أو كعك العيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من العادات المتعارف عليها في مجتمعنا إنه هو كعك العيد ونعمله وإنه يتعمل قبل العيد بفترة، ومن هذه من معالم إنه جاي الفرحة إن شاء الله، حتى الأطفال بيسألوا هذا ليه وعشان إيه. هنا بنأصل أساسيات مهمة لما هو العيد، وإحنا ليه فرحانين، طب إيش الفرق بين عيد رمضان وعيد الحج، ليه في العيد هنا وحتى في بعض البلدان بيسموه العيد الأكبر. فأحد المعالم الأساسية اللي هو كعك العيد، في أشياء أخرى كمان، بعض الأكلات الحجازية تقدم أيضا زي؟ في مثلا عندنا بنقدم في فترة اللي هي زي العريكة، زي في سموه كمان أيضا أكلات معينة تتحط لي لما من الأضحية تتسوى ويجتمع عليها الأسرة والعائلة جميعا. معالم جميلة فيها إحساس عائلي. أستاذ الرباب، بيتقبلها الحجاج؟ يعني طبعا يعني أهل مكة كانوا بيعيشوا ويتعايشوا مع بيعيشوا معانا الحجاج وفي بيوتنا وكذا، فهل كانوا بيتقبلوا الأكل اللي كنا بنقدمه لهم يعني؟ وهل الآن مثلا في المحلات وفي المطاعم اللي موجودة حوالينا الحرم سواء في مكة أو المدينة في أكلات مختلفة طبعًا. وما كل مثلا الباكستاني بيروح للمطاعم الباكستانية والإيراني مثلا بيروح هذا،
هل بالفعل يعني بيحبوا يجربوا أكلات مختلفة؟ هو ده آية الحج في سورة الحج، لتعارفوا وليشهدوا منافع. نعم. إيش هي المنافع؟ هي تبادل ثقافات، تبادل معارف، أيضا أنا أتعرف على عادات وطبائع الدول الأخرى والمجتمعات الأخرى، إلى جانب الموائد الطعامية الخاصة بهم. الآن أنا حتى لما بسافر في أي مكان أو بتروحي بتقولي أبا أجرب أكل مختلف، أبا أشوف كيف طريقة أكلهم. لاحظي كمان أيضا ترى حتى الوجبات في الطعام بتعكس ثقافة المجتمع. في العيد، في فترة الحج إحنا بيسووا اللي هي الأضحية، بيكون السائد اليوم الأول والثاني دائما من إيه؟ من الأضحية، إذا كانوا عملوا بعض الأكلات المتعارف عليها عندنا في الحجاز، يقولوا مقلقل، في رز باللحم بطريقة مختلفة، عاد لهم طرق مختلفة في إعداد الطعام. هنا بيتعرف علينا أي مجتمع آخر ثقافتنا، وهنا بتتأصل إلى جانب، تتأصل هذه الثقافة عند الأطفال، تتأصل عند الأقرباء، الأسر يطلعوا من جيل لجيل يتوارث هذه الأمور. هل بتتوقع ثقافتنا الحجازية أو ثقافة أهل مكة بيأخذ الحجاج معاهم لبلادهم؟ مو هذه النقطة اللي بدي أقول. أول شيء ثقافة الحجاز، المنطقة الحجازية مجتمعة من عدة دول. لاحظي فينا من ثقافاتنا متأصلة شيء من ثقافات، إحنا أخذنا منهم وهم أخذوا منهم، وهذا التبادل. جميل. هو ده التبادل فينا. نعم. تلاحظي فينا بعض العادات عندنا في الحجاز تشابه عادات الدولة المصرية، اللي عندنا السبوع وعندنا بعض الأكلات المعينة. الكعك موجود في أغلب الدول لكن بطريقة مختلفة. مصر يسموه الكعك. أي هم يسموه كعك، إحنا نسميه معمول. إحنا نسميه معمول، لكن شوفي في فلسطين بيسموه الكعك. الكعك. نعم. هم يعملوا مدور وكده مفرغ، إحنا لا نعمله حاجة تفرق. وبعدين لاحظي هذه الجمعة اللي اجتمعوا فيها. نعم. يسووها، هذا في تأصيل أسري. يعني زي مثلا اللدو ولا اللدو والهذا كلها باكستانية أو هندية، تم تحسينها طابع أو الحجازي وصارت. أيوه. أكلة حجازية بالضبط. نعم. ولا هي أصولها من الهند أو باكستان. تبادل الثقافات. نعم. وهذا الهدف من الحج. الحج هو عبارة عن مؤتمر. نعم. مؤتمر كبير نتبادل المنافع مع بعض. نعم جميل جدا. فهنا يصير السبب الرئيسي للحج غير انه هو العبادة، انه الحج فيه شقين، شق ديني وفي شق دنيوي. ايش هو الشق الدنيوي؟ انه هو تبادل المنافع، العادات، التقاليد، نقل الثقافات، وهذا الهدف اللي يسموه، لانه ديننا دين دنيا وحياة، دين وحياة. نعم. هل تتوقع الجيل الجديد أستاذة رباب بيحافظ على هذه الأشياء الجميلة اللي إحنا ما زلنا نحتفظ بها، يعني ولا متجه دائما للغرب، يعني خصوصا في مثلا عاداتنا وتقاليدنا وفي المواسم وما إلى ذلك؟ هنا يجي دور الأسرة. نعم. لما أنا كأم أأصل هذه الأمور، فترة عيد الحج، الأكلات، يعني حتى عندنا مع المطاعم أنت عارفة والجنك فود وما إلى ذلك، يعني هذا كتغيير. نعم. أمور كتغيير. الآن ما شاء الله الشباب عنده ثقافة عالية، عارفين هذه الأكلات السريعة لها أضرار، وعارفين يعني الأكلات الطبيعية وأكل البيت، وزي ما يقولوا عندنا إحنا بالحجازي طبخ البيت، ويقول لك نفس أمي وريحة أمي بالضبط. لا بالعكس، موجودة حتى الآن مع صفة العمل للمرأة، وده إلى الآن محافظة إنه في يعني أكل البيت ويعني طبخ أمي ووجبة أمي. والشباب الآن لما بيتجمعوا مع بعض ويجيب لك الطبق، يقول لك هذا طبق من بيت الوالدة، الوالدة سوته بيدها. نعم. في أساسيات هذه موجودة، وهنا يجي دور الأسرة كيف تأصل هذه الأمور في الأبناء، لأنه إحنا جيل بيسلم جيل. نعم نعم. أستاذة رباب حديثك جميل جدا ولكن وقتنا أزف. نشكر ضيفتنا الأستاذة رباب المعبي، وأشكر أيضا في ختامنا لحلقة حلقات أو برنامج نساء في الحج جميع من شارك معنا من الضيوف من الضيفات والضيوف، وأيضا لزميلتي ياسمين العشري والأستاذة دانيا السروجي، لهم مني كل تقدير ومحبة. ونحمد الباري سبحانه وتعالى الذي وفقنا لما قدمناه بين تفكر وتعقل بكل ما يخص المرأة، لنصنع تأثير ونضع بصمتنا في إصلاح الأمة وتطورها. وأخيرا وليس آخرا،
بعد أن أبحرنا في هذا المجال، نأمل من الله تعالى أن ينال قبولكم وأن يلقى الاستحسان منكم، وصلى اللهم وسلم تسليما كثيرا على سيدنا وحبيبنا أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين.